السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا تلاميذ الاولى اعدادي اللي يقرأ اول مرة مادة ديال الفيزيك وباللغة الفرنسية وداكشي علاش درت لكم هذا الفيديو باش تحاولوا ما يمكن انكم تحفظوا المصطلحات الاساسية ديال الدروس باش يجيكم ساهلين خذوا واحد المذكرة مثلا ونطيو في المصطلحات هذا الدرس الاول وهذا الدرس الثاني وهذا الدرس الثالث صوروا هذه خليوها عندكم ونقلوهم شويه عليكم كل درس حاولوا ما يمكن انكم تراجعوا المصطلحات ديالو قبل ما تدخلوا القسم باش يجيكم ساهل دونك هذا الدرس الرابع الخامس السادس المهم هما غاديين بالترتيب وهذا الدرس الاخير تريتمون دي زو ومعالجه المياه ها ومع هما المصطلحات المهمين. بالنسبة اللي مهمين بالنسبه للاباء والامهات اللي كي كيتصنتوا لهذا الفيديو ولا التلاميذ التلاميذات ايضا كاين واحد العرض خاص سميتو عرض تميز اللي هو الدعم في ماده ديال الفيزيك الموسم الرابع يعني هذه السنه الرابعه تاو غادي نحاولوا نديروا هذا العرض هذا شنو هو بالضبط هو المراجعه ولا الدعم في ماده ديال الفيزيك بالنسبه للتلاميذ كنحاول نعاونهم عن بعد وبثمن رمزي ملي كنقولوا ثمن رمزي كتخلصوا واحد المره السنه كامله وكنحاول ما مكراج معكم الدور دروس تمارين ملخصات كنعطيهم لكم الفروض كنخدم معكم من يعني انا من جهه الفروض وبالاضافه الى ذلك الى عندكم شي اسئله راه كنجاوب كنجاوب عليهم في الواتساب كيكون كي واحد الجروب ديال الواتساب اللي بغى التفاصيل ديال هذا العرض هذا في ماده ديال الفيزيك يحاول ما يمكن يرسل لي غير كلمه ديال اولى اعدادي ورقم الواتساب كما كتلاحظوا هو هذا اللي كاين هنايا صيفطوا لي غير ميساج في الواتساب وغادي نحاول نجاوبكم نزودكم جميع التفاصيل